عليكم، يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اكاديمية العطاء الطبية. زميلكم واخوكم دكتور مؤمل، بكالوريوس طب وجراحة عامة، مخرج كلية الطب معدل 86. ان شاء الله راح اكون مسؤول عن محاضرات الباراسيتولوجي ضمن سلسلة الطفيليات لطباء بالمرحلة الثالثة. ان شاء الله راح نبدأ المحاضرة الاولى اللي هي الانترودكشن. لازم تحضرون هاي المحاضرة ولازم تفهموها، لانه تعتبر مدخل جدا مهم لعلم الطفيليات. فالمحاضرة راح تتضمن اول شيء الكونتنتس اللي راح ناخذهن، هي الديفينيشن والتعريفات اللي قلناهن جدا مهمات، لانه هي تعتبر كمدخل وتعتبر كمقدمة لعلم الطفيليات. فذني المصطلحات لازم 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 تحفظوهن وتفهموهن، مو بس تحفظوهن. الشغلة الثانية راح ناخذها بالاوبجكتيف لهذا اليوم هو الاباوت ذا باراسايت. راح نعرف شنو الباراسايت، شنو معنات الطفيلي، مكوناته، شنو راح شلون راح يسبب لي الامراض، وشنو هو تركيبه. الشغلة الثالثة راح نعرف شنو السبيسيمين، يعني العينات شلون راح اخذها، يعني هذا البيشنت هو مصاب بمرض الطفيلي، شلون راح اخذ من عنده عينة واوديها للتحليل حتى اكتشف هل هو هذا البيشنت صدق عنده باراسايت انفكشن، يعني صدق عنده مرض طفيلي لو ما عنده مرض طفيلي. واخر شيء راح ناخذ هو الباراسايت ديدكشن، يعني بيا طريقة راح اكتشف هذا عنده البيشنت باراسايت انفكشن لو ما عنده. فنبدأ بالأوبجكتيف الأول اللي هو الديفينيشنز. راح ناخذهن، أول ديفينيشن هو الباراسايت. شنو معنات الباراسايت؟ هو طفيلي، يعني مايكرو أرجانيزم. مثل ما نعرف هو المايكرو أرجانيزم اللي يعيش داخل أو يعيش على الهوست اللي هو عاني، فهو عبارة عن مايكرو أرجانيزم طفيلي، يعني هو معتمد عليه، هو ياخذ من عندي المواد الغذائية وياخذ من عندي الطاقة حتى يقدر يعيش، فسميناه شنو؟ باراسايت. فالباراسايت هو organism عادة lives in or on the other organism، يعني اللي هو الهوست، فهو يعيش على يمن، يعيش على الorganism البقية اللي هو الهوست. وكذلك obtain its food from the host، يعني ياخذ مادة الطعام والنيوتريات والطاقة كلها من عندي. زين، كلمة باراسايتولوجي، باراسايت قلنا هو شنو؟ طفيلي. وأولوجي معناته علم، فعلم الطفيليات هو العلم اللي يدرس هذا الباراسايت وشنو معناته التفاعل ويا الهوست، يعني من الهوست علاقته ويا الباراسايت شنو. زين، سميناه باراسايتولوجي. ميديكال باراسايت، اي شيء ميديكال هو شيء متعلق بالانسان، شيء متعلق بالهيومن بادي، فلذلك هو ستدي اوف باراسايت اللي عاده الانفكت المن للهيومنز اللي هو اني وانت، سميناه ميديكال باراسايتولوجي. الهوست اللي هو شنو؟ هو البارتنر، هو الصاحب او الرفيق اللي يساعد الباراسايت حتى يعيش، وبالتالي هو شنو؟ بارتنر بروفايدنج ذا فود اند بروتكشن للباراسايت. هو عباره عن كان ثاني الهوست اللي يوفر شنو؟ اللي يوفر الفود، الاكل، وكذلك الحمايه المن للباراسايت. فبعض الباراسايت تحتاج اكثر من هوست واحد حتى تخلص دوره حياتها، يعني تحتاج مثلا الانسان وتحتاج ويا مثلا حيوان اخر، واضح؟ فتحتاج حيوان وتحتاج انسان حتى تكمل دوره حياتها، بينما بعضهن لا، may not require the شنو host during the some stages. يعني شنو؟ يعني اصلا بعض stages مالتها مثلا من تنتقل من البيضة الى تصير حتى تصير براسايت كبيرة، احتمال اصلا ما تحتاج host، وانما تحتاجها فقط فترة شنو؟ فترة معينة من حياتها، واضح؟ فبعضهم يحتاج اكثر من شنو host، وبعضهم يحتاج اصلا ولا host. بعد نجي هسا الهوست هذا اللي صار نحكي عليه بانواع، بنوع اسمه ديفينيتيف وانترميديت وريزيرفر وباراتينيك. الديفينيتيف هو شنو؟ الديفينيتيف هو الاخير او هو الختامي، يعني شنو؟ يعني وين الهوست، وين الباراسايت، يمن ينقل المكان المناسب حتى يصير مالته سكشوال ماتوريشن، يعني النضوج الجنسي مالته وكذلك التكاثر حتى بدوره حياته، هو هذا المكان سميناه ديفينيتيف هوست. يعني شنو؟ يعني الهوست الاخير او الهوست اللي خلينا نقول هو الختامي، اللي لقى المكان المناسب حتى يسوي، حتى يصير سكشوال ماتوريشن مالته، وكذلك الريبرودكشن هو التكاثر، فسميناه ديفينيتيف هوست. زين، الانترميديت هوست لا، هو الهوست اللي شنو؟ which the parasite undergoes essential development. يعني شنو؟ يعني هو الهوست انترميديت، انتقالي او متوسط او وسيط. هذا الهوست هنا مجرد يدخل الباراسايت داخله يكمل ديفلوبمنت مالته، يعني هو كان خلينا نقول اكس، كان عباره عن بيوض، يكمل كانما يتحول الى لارفي، يعني
يعني يرقى وراح يتحول الى ادلت باراسايت بهاي الفتره اللي يعيش بيها داخل هوست. هذا الهوست سميناه انترميديت، يعني فقط يكمل جزء من دوره حياته، فقط يكبر ان يكمل ماده الديفلوبمنت، سميناه انترميديت هوست. زين الريزيرفر او الكارير هوست، الكارير مصطلح الكارير هو معناته شنو؟ حامل علما للباراسايت بس ما عنده اعراض. انا يعتبر كارير ليش؟ لانه انا عندي مثلا باراسايت بدي او باراسايت بالنوز ماتي بس شنو ما مسببت لي اعراض، بس مجرد شنو موجوده، فسميناه كارير هوست. هذا هنا الهوست اللي هو فقط يعتبر ريزيرفر. شنو ريزيرفر؟ ريزيرفر يعني معناته مخزن او منتجع او فد تجمع، يعتبره هو شنو؟ هو المرجع مات الباراسايت. فهذا الباراسايت يمنى أنا يعتبرني أنا فد المرجع ماتي، فهنا أنا أعتبر كارير أو ريزيرفر هوست. يعني شنو؟ ما عندي ديزيز، فقط مجرد تجمع مسبب لي، أنا فقط مهيئ له أجواء مال تجمع بس مو شنو، بس مو أنا مصاب، وإنما فقط شنو، فقط أوفر له المكان المناسب حتى يتجمع. فالريزيرفر أو الكارير هو عبارة عن the host harboring، يعني شنو يتجمع داخله. A parasite in a nature serving as a source of infection for other susceptible hosts، يعتبر source يعني يعتبر مصدر العدوى للبقية، يعني للبقية الأذر هوست. زين فالريزيرفر هوست اللي هو عاني قلنا show no sign or symptom of the disease، ما عندي أعراض و أعراض الديزيز ما عندي، وإنما فقط شنو، وإنما فقط شنو هوست، فإنه فقط هو شنو، فقط مجمع أنا موفر له حتى شو الفندق يدخل ويخرج من عده حتى يصيب البقية. الباراتينيك هوست، الباراتينيك هوست هو عبارة عن اكسيدنتال، يعني في شيء عرضي اثناء دوره الباراسايت، اثناء دوره هذا المايكرو اورجانيزم، يجي فد هوست عرضي هو ما محسب لحساب، ما حاطه ضمن البلان، ما حاطه ضمن الخطه، على ساعه دخل فد عرضي بدوره حياته. يعني هو المفروض ينتقل خلينا نقول من التربه الى الانسان، قبل ينتقل من التربة للإنسان انتقل إلى خلينا نقول فد كات، فد قطة، فهاي كات القطة وراها انتقلت للبرسة انتقل للإنسان، فتعتبر هنا القطة شنو؟ تعتبر هي accidental host، يعني شنو؟ عرضي. واضح؟ هذين المصطلحات هنا جدا مهمات، لأنه راح يبدأ ينعادل كل شوية بالبقية المحاضرات. زين عندنا شنو كلمة vector؟ vector مثل ما قلنا هو وسيط، وسيط ينقل الباراسايتس من مكان من الهوست المن الانذر. يعني شنو؟ يعني ينقل الباراسايت، ينقل المرض او ينقل هذا الباراسايت اللي سبب لي المرض من مكان الى مكان ثاني، فسميناه شنو؟ فيكتور. هسه نعرف شنو الهوست باراسايت ريليشن شيب. الهوست باراسايت ريليشن شيب يعني شنو علاقه الهوست والباراسايت، لانه علاقه هم هسه جاي نحكي احنا صار لنا هوست باراسايت، هوست باراسايت، فشوف شنو العلاقه بينات، بحيث يعني الهوست لازم موجود ويا الباراسايت، لانه الباراسايت ما راح يقدر يعيش بدون الهوست والى اخره. فاول علاقه هي سيمبيوزس. شنو سيمبيوزس؟ سيمبيوزس يعني شنو؟ ليفينج توجذر، يعني العيش سويه، ما حد إلى علاقة بالثاني، فهو عبارة عن شنو؟ close association between the two organisms، يعني الهوست والباراسايت واحد عايش ويا الثاني وعلاقة طيبة وقاعدين كل شي معهم، فسميناها symbiosis، علاقة شنو؟ علاقة تكافلية، علاقة التكافل والتحابب فيما بينهم. زين مثل هنا واحد علاقة بالثاني. زين الميوتشاليزم لا، هاي هنا صارت القضية تختلف، صارت القضية واحد يستفاد من الثاني، يعني شنو؟ both organism are شنو benefited، يعني شنو؟ مثل البكتيريا بالباول، البكتيريا بالباول أنا أعتبر host وبالباول مات أكو بكتيريا، هاي البكتيريا تعتبر هي باراسايت طفيلية علي، هاي البكتيريا هي شنو مفيدة تفيدني ليش؟ لأنه تعطيني فيتامين كي، كذلك تعطيني فيتامين بي، بينما بالمقابل أنا موفر لها شنو؟ هو موفر لها نيوتريانت، موفر لها مكان، وموفر لها، فهي علاقة شنو؟ علاقة خلينا نقول علاقة مصلحة، واحد يستفاد من الثاني. فمثل ما نشوف هنا بهاي الصورة، فالميوتشنال اثنيناتهم مستفادين، اثنيناتهم بوزيتيف، هذا مستفاد وهذا مستفاد، فهاي علاقة شنو؟ علاقة يصحوا للميوتشاليزم. زين العلاقة الثالثة هي كومنساليزم، يعني شنو؟ eating at the same table، يعني أحد الأورجانيزم راح يستفاد بس الثاني ما راح يتضرر ولا راح يستفاد، راح يبقى على وضعه. واضح؟ مثل ما نشوف هنا مثل هاي الصورة، الكومنساليزم هذا مستفاد لكن هذا شنو؟ ما متضرر، صفر يعني ما متضرر، بينما هذا مستفاد، فهاي العلاقة سميناها كومنساليزم. واضح؟ الثاني not affected بس الأول هو مستفاد. زين
الثالثة هي البارازيتزم اللي هي هاي العلاقة التوكسيك اللي واحد مستفاد على حساب الثاني، يعني واحد يستفاد الثاني راح ينضر، مو بس راح يستفاد راح ينضر، فهاي سميناها باراسيتزم اللي هي one organism is benefited at the expense of the other اللي هو الهوست، يعني راح مثل البكتيريا أو الدود اللي يجيني اللي عادة يصيب الأطفال، هذا الدود راح تعتبر باراسيتزم. ليش؟ لأنه تأخذ من أكله بس كل شيء ما تطيب المقابل، مجرد الضعف تأخذ من أكله، تسوي له أنيميا، تسوي له فقر دم، خطية، تسوي له بعد أمراض أخرى، وبالتالي هو ما مستفاد من عنده، هو الطفل ما مستفاد من عنده، فقط هي تستفاد. فهنا العلاقة الباراسيتزم شنو؟ واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، يعني واحد مستفاد هذا بينما الثاني هو الهوست شنو؟ ما مستفاد. الهوست شنو؟ ما مستفاد، بينما أو متضرر، يعني مو بس ما مستفاد متضرر، بينما الباراسايت لا جاي يستفاد وعده صار أخضر أصلا. فهاي أنواع العلاقة between parasite and شنو host. هذا أول objectives المحاضرة introduction. طبعا هي محاضرة يعني خلينا نقول هي يعني بسيطة، محاضرات يعني بس أسماء بس شيء، بس لازم تفهموها لأنه جدا جدا مهمة بالمحاضرات اللي راح تجي بالبقية، لأنه عبارة عن كنا مدخل، لازم أنت تدخل دخولية برجلك اليمنى. زين، هسه الثانية about the parasite. عندنا مصطلح اسمه يسحوا له successful parasite. شنو successful parasite؟ الparasite يعني الإنسان الناجح، الparasite الناجح، الطفيل الناجح. مثل ما عندنا الإنسان ناجح، أكو شنو successful parasite يعني طفيل ناجح. شنو طفيل ناجح؟ هذا مثل ما قلنا أكو علاقة between parasite وbetween host. هاي إذا موجودة العلاقة عادة تكون in balance، يعني متوازنة، يعني هذا يستفاد من هذا وهذا يستفاد من هذا والأمور طيبة بيناتهم. لكنه إذا هذا البالانس upset، يعني شنو راح البالانس، يعني هذا الباراسايت طمع وشنو وحصل بنفيت كلش قوية على حساب الهوست، وبالتالي الهوست قال ها شنو هاي، يعني انا ما حاطك بالفندق يمي وقاعد تاكل من اكلي، تالي تاخذ اللقمة الكبيرة تروح. هنا اذا البالانس از upset الهوست شبي may destroy or expel the parasite، يدمر الباراسايت او يطرد الباراسايت، يقول اطلع بويا من الفندق، انت ظاهر علاقتك علاقة مصلحة. فهنا هذا السكسس والباراسايت هو اللي يخلي العلاقة ويا الهوست شنو متوازنة، ثنائين يعني ياخذ منا ويعطي منا، ياخذ منا ويعطي منا، واضح؟ واضح. زين، مرات الهوست يتفلش، هذا الفندق يتفلش او الهوست يموت، فالباراسايت من باب رد الجميل شي يسوي؟ خطي هم ولد داي، واضح؟ فالثنائين يموتون. زين، فالباراسايتولوجي امبورتنت. ليش؟ لانه هذا البالانس التوازن مو دائما is not always maintained، يعني مو دائما موجود هذا البالانس، وبس السكسسفول باراسايت، بس الانسان الناجح هذا من خاطرك شايفه اللي امك دائما تسبيك بي، هو هذا اللي راح يبقي البالانس شنو متوازن. زين، البروتوزوا اللي هو عبارة عن شنو؟ البروتوزوا عبارة عن الأوليات اللي هي الباراسايت، خلينا نقول مكونة من خلية واحدة سميناها البروتوزوا، تتقسم حسب الموفمنت أو الميثود أوف موفمنت مالتها، حسب طريقة الحركة مالتها راح نقسمها، قسمناها ذير موفمنت حسب السيلياتيد والفلاجليت. السيلياتيد اللي هي الأهداب والفلاجليت هي الأصوات. فالسيلياتيد عندنا فقط باراسايت واحد موجود يصيب الإنسان اللي هو البلانتيدينيوم كولاي اللي يسبب لانتيدينيوم للإنسان، فقط هذا اللي جوه، وفد مرض كلش رير اللي موجود ضمن الميديكال باراسيتولوجي اللي هو يصيب الإنسان. بينما الفلاجليتيد عندنا ثلاثة كلش كومن وسيغنيفيكنت وخاصة بالعراق، مثل الجياردية لامبلية والتروبينوسوم سبيشيز وكذلك تروكومنس فاجينالس. الجياردية لامبلية يعني تقريبا كلش كيسات موجودة هواية بالطوارئ تجي، هذول اللي يسمومون بالأكل عادة يجي في الدياري إسهال جدا قوي ويا abdominal pain، يعني ألم وانتفاخ بالبطن، ويجي ويا نوزيا وتقيؤ ونفسه تلعب ومتدمر دمار. وبالتالي هنا الجهاد الأمبلية هنا في البيج الدكتور يدز على تحاليل راح ناخذ من ناحية المحاضرة، يدز على تحليل خروج، تحليل دم وإلى آخره، وبالأخير يعطي العلاج اللي هو مات الفلاجيل الكورس مات تقريبا 3 مرات باليوم لمدة 5 أيام الكورس مات. وإحنا هنا جماعتنا يأخذون الفلاجيل عبارك هو حب مضاد للدياريا، يعني يأخذ مرة باليوم. بينما التراكومونوس فاجيناليس لا، هنا عبارة عن شنو؟
عبارة عن عبارة عن باراسايت تصيب شنو؟ تصيب ال تصيب الفيميل هنا، ما تصيب الفيميل، تسبب لها فد تقرحات، تسبب لها فد التهابات بالفاجينا. هاي الالتهابات بالفاجينا عادة يجي وياها جرين بيورن سكريشن، يعني فد افرازات خضراء وياها روح ريحة عفوا مو طيبة. فعادة اكثر شيء يصيب الفيميل اللي هي اميون كومبرمايز، او الفيميل اللي تاخذ او سي بي اللي هي حبل المانع والى اخره. وبالتالي هاي البكتيريا تعتبر جدا مهمة، عفوا هاي البارسايت تعتبر جدا مهمة ولازم نركز عليها. طبعا كل واحدة من هاي موجودة بيها شنو؟ موجودة بيها محاضرة كاملة ناخذها بالتفصيل. مثل ما تشوفون هنا هاي البلانتيديوم بيها شنو؟ سيليا، بيها شعيرات، بينما هاي هي شنو؟ هي عبارة عن فلاجيليتد اللي هي هاي الجهاد الأمبلية، وهاي هي شنو؟ التراكمانس فاجيناليس ايضا بها شنو؟ بها فلاجيلا. وهاي هي التروبوسوم السبيشيز اللي هي الكروزي، اكثر راح ناخذها ايضا. الكروزي هذا يسبب مرض الشاغز ديزيز. شاغز ديزيز شنو؟ شاغز ديزيز هذا هاي هذا الباراسايت شو يسوي؟ يروح للسموث مصل يدمرها. فاي وين ماكو سموث مصل يدمرها. في البيشنت شي يجي عنده خطيه، يجي عنده الاسوفيجس المفروض مالته هذا الدايمتر هيك دايمتر، فيجي يصير جدا عريض الاسوفيجس، فيصير عنده توسع بالاسوفيجس، يضرب الهارت ايضا، فيجي عنده دايليتد كارديومايوباثي. يعني شنو دايليتد؟ معناته متوسع، كارديو معناته هارت، مايوباثي معناته امراض عضله القلب. فعضله القلب راح يصير بها توسع هيك. ليش؟ لانه يضرب شنو؟ يضرب المصل مالت الهارت، فسميناها شاغلز ديزيز. بعد ايش عندنا؟ هسه هنا نجي الباراسايت شلون راح يسوي دمج الي، شلون راح يدمجني؟ راح يدمجني بعده اسلحه او بعده طرق. اول طريقه هي التروما، عن طريق تشو تروما يجي يسوي لها دمج، لانه يعني هاي الخليه وهذا التشو يجي الباراسايت كانما يدمرها يضربها. فاول شيء هي عن طريق التروما، واضح؟ واضح. فهاي هذا التشو كان ليفر يعني كبد، كان عين او اي، كان انتستين والى اخره، لانه كلهم شنو؟ عن طريق التروم. بينما الليتيك اكشن اللي هو شنو؟ الليتيك اكشن، الليتيك يعني تحليل، يعني اذابه، يعني عن طريق من؟ عن طريق اكيد الانزيمات. هاي الانزيمات الموجوده هنا عاده اللي يصيرها ايرابوليتد، يعني شنو؟ يعني تنطرح عن طريق شنو؟ عن طريق الباراسايت، وبالتالي شنو؟ راح تدمر لي التشو. فهي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة التشو ريسبونس اللي هي المخلفات الحرب، يعني جت هنا الباراسايت وجه هنا الجهاز المناعي، تعاركن فيما بينهن، اكو مخلفات مال حرب، مين هي؟ سميناها تشو ريسبونس، يعني ردة فعل الجسم المن لهذا الباراسايت. تسبب لي لوكلايزد انفلاميشن. يعني شو لوكلايزد؟ يعني محدد، انفلاميشن محدد بهاي منطقة العركة ومنطقة الاصطدام بين الباراسايت والجهاز المناعي. كذلك ايوسينوفيليا، شنو معنات ايوسينو؟ ايوسينو يعني ايوسينوفيل، فيليا معناتها موجودة شنو؟ موجودة بكثرة. فيوسينوفيليا معناتها اكو يوسينوفيل هواي بالدم، يعني من شنو؟ سوي تحليل دم فيوسينوفيل موجودة هواي بالدم. بينما البلاد لوس ايضا عن طريقها راح يسبب لي تشو دمج او يسوي لي براستك دمج الي. شلون؟ اكو بعض الهلمنث وبعض الديدان تتغذى على الدم، تسحب الدم من عندي، وبالتالي سببت لي انيميا، سببت لي فقر دم. هاي الفقر الدم هنا أنا كلش مهم. ليش؟ عن طريق الهوك وورم. شنو هوك ووم اللي هنا ذني صحون الهوك اللي هو هذا الشص، فيصحون الديدان الشصية. سكندري انفكشن هنا جدا مهمة ايضا. ليش؟ لانه هنا راح تقلل مناعتي هاي الباراسايت، وبالتالي هاي الباراسايت الثانية راح تستغل الفرصة وتجي تصيبني، وراح تسبب لي سكندري انفكشن. عادة هي سكندري انفكشن تكون بكتيريا، يعني الباراسايت هو اول هجوم يسبب عليه هو شنو؟ الباراسايت. يسبب عندي انفكشن، جهاز المناعة مالتي يحير بي، من يحير بالباراسايت، تجي البكتيريا من هناك من الخلف مثل خالد بن الوليد، سببت لي شنو؟ انفكشن ثانيه. زين، المود اوف انفكشن، شنو المود اوف انفكشن؟ يعني طريقه العدوى. طريقه العدوى يا اما عن طريق، طبعا اخذناها بالمايكروبيولوجي نجحنا نعيدها لانه طرق ثانيه. اول شيء الفلث بورن او الكونتامينيتيف، يعني الديرت، يعني الوساخ، يعني القذاره. هنا عاده البيرسونال هياجين، يعني النظافه الشخصيه، وكذلك الكوميونتي سانيتيشن، يعني الصرف الصحي مال المجتمع او المنطقه، تلعب دور جدا مهم بنقل الانفكشن. اذا منطقه بور، يعني منطقه
مالتها شو اسمه مالتها الاقتصاد هابط وما عتفت بنى تحتيه وما عتفت صرف صحي جيد ومحكم، راح تلقى بيها باراسيتك انفكشن جدا هوايه، وبالتالي راح حالات امراض منتشره جدا هوايه بهذا المجتمع. زين، السويل والووتر بون اللي موجودات بالتربه والمي ايضا الكونتامينيتد اللي ينتقل عن طريق المي، لا عن طريق المي هن ما ينتقل الباراسايت وانما ينتقل مثلا اللارفي او الاجز مالتهن، يعني شنو يعني البيوت تضعهن بالمي وتروح يجي واحد يشرب المي وبيهن اجز اللي هن ما ينشافن طبعا، اللارفي اللي هن مالتهن اليرقه ايضا بنتريت سكين، يعني شنو هذا اللي يمشي يمشي حافي عاده او يمشي كل شوي حافي يطلع برا حافي، هاي هنا اللارفي الله سبحانه وتعالى شنو هذا بها قدرة انه تقدر تخترق لشنو السكين، يعني انت اذا مشيت بهذا حافي عفوا اذا مشيت بحافي نان اللارفي الموجودة مثلا بالقاع او بالصويل او بالمي راح شنو تقدر تخترق السكين، يعني اللارفي شنو هي اليرقة مات الباراسايت قبل اصير باراسايت كبيرة هي هاي الستيج مالتها، فتدخل عن طريق السكين تقدر تسوي انفستيشن تقدر تسوي اختراق للسكين وبالتالي تسبب لشنو انفكشن. فهنا شي يقول لك اللارفي كان بنتريت سكين اوف بير فوت، يعني الفوت الحافية او الفيت الحافية اور انتر شنو انتر للسكين وين بالانفستد ووتر، يعني الووتر اللي بيها انفكشن او بيها الباراسايت تقدر شنو تدخل عن طريق السكين وبالتالي سببت لي الانفكشن. بعد الطريقة اكو طريق عن طريق الفود او عن طريق الاكل، الاكل عادة الانكوكت فود او الانادكوتلي فود، يعني كوكت فود يعني الاكل اللي هو بعده خلينا نقول اللحم اللي مو ما مستوي اللي صح له رو فود عادة دول ياكلوه بالبرة او حتى عندنا زابدة انه الرو فود يقول او رو بيف انه نص استاو انه ما مستوي كامل انه اللحم ما يستوي كامل، هذا هنا الباراسايت راح تموت، بينما اللارفي والاكس مالتها هذا مقاومات للحراره، هاي هنا تبقى مالتها البيوض تبقى البيوض وبالتالي مقاومات للحراره، واذا مقاومات للحراره شنو وبالتالي راح يصير شنو انفكشن عند هذا البيشنت اللي راح ياخذ هذا الانكوكت فود. زين الارثروبود بورن يعني شنو الارثروبود، الارثروبود يعني المفصليات يعني الحيوانات المفصليه اللي هن هذني مثلا الموسكيتوز اللي تنقل الملاريا، الموسكيتو اللي هو البعوضه هاي البعوضه تنقل الملاريا او الفليز اللي تنقل الليشمانيا واضح اللي صح لحبه بغداد هاي اللي يصيب الإنسان، هاي شنو عبارة عن هذا البرغوث يجي يقرص الإنسان في مكان معين، إذا قرصه راح يضع البيوض ماته فتجي يخطيه سكن مانفستيشن، يعني تجي هنا فتقع حمرة هيك صايرة بوجهها ومأكول أكل، ليش؟ لأنه هاي القرصة هي بيها شنو بيها الليشمانية. زين هذن المود اوف اكشن لكنه بالصور، ليش انا حاط لكم صور هواي؟ لانه الصور جدا جدا مفيده، حتى اذا ما نسيت الحكي راح تبقى الصوره ببالك. فهنا مثل ما نشوف بايرس باتر دروبليت باي داست يعني بواسطه الغبار باي كونتامينيتد ووتر عن طريق الاكل اللي عفوا الووتر اللي هو شنو كونتامينيتد او خلينا نقول بوساخه باي كونتامينيتد فود الاكل اللي ايضا غير مطهو جيدا الانجكشن اوف ذا كونتامينيتد سويل على مثل ما قلنا اللارفي موجودة إذا بير فوت وحذاك والتمالة بس حذاء راح تدخل مباشرة للسكين عن طريق الكونتاكت with the contaminated object، يعني في شغلات هي ملوثة وتستخدمها مثل فرشة أسنان مع الواحد مصابة إلى آخره by contact with the animals عادة اللي هنا ذني غير الملقحات أو السائبة يصحونهن، هنا ذني راح يحملن هواي أمراض مثلها التوكسوبلازموزيس اللي شنو هو وداء القطط اللي يصيب الحوامل يسوي تجوعات خلقية يسبب ريكرنت أبورشن يعني إجهاض متكرر، هذني كلش كلش مهمات. زين الارثروبود بايت ايضا اللي قلنا عليها مثل البرغوث والموسكيتو اللي اخذناها بالملاريا قلنا والليشمان اللي حبت بغداد. زين لهنا وصلنا للسبيسيمنز اللي هو الاوبجكتيف الثالث، اتمنى ما مليتوا او شيء يعني او تاخذ لكم فدريست تشرب لكم ماي كذا تفترون حتى ترجعون للاوبجكتيف الثالث. الاوبجكتيف الثالث هو يعني هو مو شغلنا وانما خلينا نقول هو شغل التحليلات المرضيه لكن لازم تعرفه انت حتى على اساس تدز التحاليل. فالسبيسيمن هي شنو العينه، سبيسيمنز شنو العينات، في العينات لازم انا وش اجمعها واسوي لها بروسيسنج وراها اسوي لها شنو اكزامينيشن، فتتضمن ثلاث عمليات هي شنو كولكتنج جماعه السبيسيمن وراها سويت لها بروسيسنج عالجتها
يعني سويت لها تعديلات، وراها سويت لها شنو اكزامينيشن، فحصتها حتى ابحث عن الاشي اللي انا داز عليه. فاول شيء عندنا شنو؟ الميكروسكوب. شنو الميكروسكوب؟ الميكروسكوب اخذناه هو المجهر. المجهر هنا شنو الفائده؟ هو عباره عن طريقه، اكتشف او ادور من خلاله على الباراسايت الموجود. مثلا اخذت عينه الدم وحطيتها تحت الميكروسكوب، شو اشوف؟ اشوف الباراسايت موجود لا ما موجود، او اشوف بي شنو، اشوف الاكس موجوده لو ما موجوده، او اشوف اللارفي موجوده لو ما موجوده. فاني استخدم الميكروسكوب حتى ادور شنو، حتى ادور على المايكرو اورجانيزم، هل هو موجود يا ما، لو ما موجود حتى على اساسه هذا البيشنت اعطيه علاج لو ما اعطيه علاج. زين، السنترفيوج هذا عبارة عن شنو؟ السنترفيوج جهاز طرد المركزي السحولة. هذا مثل ما يشوفون بهذا الجهاز، هذا الجهاز هو يعني فد شيء كارتون أو أنيميتد. هنا يحطون الدم، هنا ويحطوه بالجهاز ويدوسون الباور، يمن ينزل هذني، ينزل جوا يصير سرعة كلش قوية تفتر به هذني، التست تيوب يفتر بسرعة جدا هائلة، بحيث يؤدي إلى فصل محتويات الدم إلى 3 بلازما وبلاد يعني ار بي سي وبروتين. فهاي هنا هذا الجهاز طرد المركزي يفصل للار بي سي أو الدم عن البلازما الموجودة بالدم. فهذا الجهاز طرد المركزي يفيدني بشنو؟ يفيدني بفصل محتويات الدم. زين، بعد هنا أنا شنو التايبس مال السبيسيمين؟ يعني جاني بيشنت مثل ما قلنا هذا بالجياردي لامبليه او بالجيارداسيس، هذا جاني عده دياريه قويه وعده ابدومينال بين وحالته بالدهوره، ايش ادزه تحاليل هذا البيشنت؟ انا شكيت عده جياردي، لكن هذا الشيك لازم يتاكد حتى على اساس اطي العلاج. زين، شلون انا اتاكد؟ ادزه تحاليل. زين، هذا التحاليل شنو هي؟ اول شيء لازم نسوي له مثلا ستول انتيجين، عفوا ستول تحليل خروج. هذا التحليل الخروج او ستول تيست هذا يتضمن عده عمليات هسه راح ناخذها. فهاي صعوبة ناتشرال سيكريشن. هاي السبيسيمين شلون اخذها؟ اخذها من ناتشرال سيكريشن، يعني سيكريشن طالعه من جسمي، مثل من؟ مثل الفيسز او الستول اذا كان مثل جياردية. زين، سبيوتم اذا كان الباراسايت صايب شنو؟ صايب للجهاز الريسبيراتوري مات التنفسي. فخو ما اخذ مثل تحليل دم، انما اخذ السبيوتم اللي هو اللي يطلع من الخشم او يطلع من الماوث. زين، كذلك اخذ اليورين بالامراض اللي يصيب الجهاز الجينيتو يورينري. يعني شنو جينيتو يورينري؟ يعني الجهاز البولي التناسلي. كذلك استخدمه هذا اني كلهن استخدمه وين؟ مثلا قلنا مثل ما قلنا الفيسيس استخدمها بالباراسايت اللي يصيب الجي اي تي، والسبيوتوم اللي يصيب البالمونري، واليورينري واليورين عفوا سبيسيمن او عينه الادرار استخدمها بالجينيتو يورين تراكت انفكشن باراسايت. او اخذ البلود او تحليل دم، يا اما ناتشرال سيكريشن او يا تحليل الدم اللي عن طريقه اكتشف يعني موجوده الاكس قلنا، وكذلك التشو باراسايت. عاده ذني وياهن شنو؟ وياهن تشو بايوبسي. يعني شنو خزعه؟ يعني شنو خزعه؟ يعني هذا مثلا اذا عندي فد مشكله خلينا نقول بالامعاء، وهاي الباراسايت داخله داخل خلايا الامعاء، فادخل عن طريق الناظور واخذ خزعه، يعني اخذ خليه، اخذ جزء من الامعاء واروح افحصها تحت المجهر واشوف هل هي صدق بيها باراسايت لو ما بيها باراسايت، سميناها تشو بايوبسي. اسبايريت، يعني شنو اسبايريت؟ مثلا باللونج انا شكيت اكو فد باراسايت، فايش اسوي؟ ادخل عن طريق البرونكوسكوب ايضا الناظور، ادخل لللونج، ادفع نورمال سلاين بالالفيولاي كانما اغسلها، وراها اسحب هذا الفلويد وادزل التحليل. يعني شنو؟ يعني حتى هذا خاف اكو بكتيريا موجوده بالالفيولاي، انا غسلتها وطلعت هذا المي، راح افحص هذا المي اللي ضخيته انا وغسلت به الالفيولاي، فاكتشف هل هو صدق موجود الباراسايت لو ما موجود الباراسايت، حتى على اساسه اعالج البيشنت والى اخره. زين، وراها ايش قلنا؟ قلنا يابا انت ستاند ورينج باراسايت اللي هن الفيكال سبيسيمين اللي ناخذ الستول تيست او الستول سبيسيمين. هنا لازم اكو قبلها شغلات اكون اسويها. اول شيء بيشنت بريبريشن، يعني شنو؟ لازم احضر البيشنت مباشره قبل يلا ابوي راح التحليل. هنا جاني هيك الشغلات شنو المثاليه، مو باللي تطبق بالطوارئ. هنا الشغلات المثاليه اللي هي عالميه طبعا، لازم اول شيء البيشنت يكون ماست بيشن افويد سبستانسز اللي هي انترفير ويا من؟ ويا الباراسايت. يعني شنو اللي تتامن ويا التحليل؟ مثلا اكو ماده الكحول
تتفاعل وانترفير ويا تحليل شنو؟ ويا تحليل الستول مال الباراسايت اللي هي الجي ار دي، يعني ما يصير بيشنت مثلا شارب كحول وياها شنو يسوي تحليل تحليل خروج. ليش؟ لانه هذني الشغلتين شبيهن، هذني الشغلتين راح يترفير وذ اذر، يعني وحده تتفاعل ويا الثانيه وبالتالي التحليل يطلع لي غير دقيق. فلازم must avoid substances اللي interfere with the stool examination. بعد no antimicrobial medications. ليش نقول دائما بويا لا تاخذون من الصيدليه ادويه او لا تاخذون من الصيدليه مضادات حيويه؟ ليش؟ لانه انت اخذت مضادات حيويه، هاي المضادات الحيويه الصيدلان اعطاك اياها، يعني خلينا نقول اعطاك اياها عامه، انت قلت لعد سهال وما ادري شنو اعطاك اياها عامه، هذني اللي اخذت انت الانتيبايوتكس او المضادات الحيويه، هذني ما راح يكتلن البكتيريا، ما لانه مو سبيسيفيك، انه مو شغلات يجن مباشره على هاي الباراسايت وتقتلها، لا هتشوف الشغلات عامه يعني، فالانتيبايوتك يعني عام. هذا انتبايتك راح شنو يقلل من اعدادهم بس ما يوخر الانفكشن، وانت راح تسوي تحليل، هذا التحليل عدد قل وبالتالي الاكيورسي الدقه مات التحليل شبيهه راحت. ليش؟ لانه باعتبار بيبدا الماتشان يشوف مثلا 10 مايكرو اورجانيزم، انت طيرت له 8 من عتين مثلا او 7 بالانتبايتك اللي اخذته بس هو مو سبيسيفيك ما صار الزين وبعد الانفكشن، فانت وخرت بقيت له بس 2 هذني. فهذا الاخطاء الميكروبيولوجيست اللي هو ابو التحليل عاد شافه عايشين عاشوا بس 2 هذني، هذني لا هي انفكشن لا هي مو انفكشن هذني، ما تقول لي شنو هذني. فهنا لازم ميديكيشن انت مايكروبيال شنو شود بي تيكن دورنج 10 ايام، كل ما ياخذ خلال 10 ايام ما ياخذ انت مايكروبيال. بعد او ثاني شيء الكونتامينيتد او الكونتامينانت فري سبيسيمن، لازم هالسبيسيمن انت تاخذها كون ما بيها فالشغلات الثانية، يعني انت دازيك على تحليل خروج ما يصير يكون وياها الادرار ولا يكون وياها مي، لانه ذني المواد شنو ذني كتلن المايكرو اورجانيزم الموجودات بالتحليل وبالتالي راح يصير التحليل غير دقيق. فهذني العفو ذني كلهن سويناها شنو بريبريشن او شنو بروسيسنج قبل لا نسوي اكزامينيشن المن للسبيسيمن. زين شنو التايبس مال الستول سبيسيمن؟ يعني شنو انواعها؟ يا اما تكون ليكويد يعني سائله، او تكون سيمي سوليد او سيمي فورمد يعني شنو شبه صلبه، او فورمد اللي هي تكون صلبه. فكل واحدة من عتين أنا ليش أستخدم هاي وليش أستخدم هاي وليش أستخدم هاي، كل واحدة من عتين تشتغل على ستيج معينة. الليكويد سبيسيمن أدور عليه من على التروفوزويت ستيج، هاي التروفوزويت ستيج اللي هي الستيج تصير وراء الإكس، يعني مو تصير إكس هي البيضة، راح طبعا راح نأخذ هاي الدورة مالتين دورة الحياة كلها، بس يعني هنا ذني فقلنا هي إنترودكشن يعني معلومات عامة حتى تصير فد عندك أوفر فيو عن الموضوع مال الباراسايت. فهاي الإكس تتفقس تعطيني يرقة، هاي يرقة تكبر شوية تصير تروفوزويت، ورا تروفوزويت تصير أدلت باراسايت، تصير الباراسايت هي كبيرة تصير بالغة. وبالتالي بكل منطقة أنا إذا أدور على تروفوزويت كون أدز البيشنت ليكويد سبيسيمن، يعني كون أدز البيشنت أعرف يوم أكتب بالتحليل أعرف شو أدزه، أو إذا أدور أنا على مثلا السيست أو بروتوزوا أو الإكس أدور على الإكس أدز شنو على الفورمد سبيسيمن، على شنو يعني على الصلبه. اذا ادور يعني هيك بصوره عامه فادزه هي سيمي فورمد اللي تشتغل على جميع الستيجات، ما عاد فرق بين ستيج وستيج او بين تروفوزويت وادلتس. واضح؟ فهنا عندنا التايمز اللي هنا الليكويد والسيمي فورمد والفورمد سبيسيمن. زين هسه البارت الاخير من محاضرتنا هذا اليوم هو الباراسايت ديتكشن. ورا ما دزيت بيشت اجاني خذت من عند الهيستوري، يعني خذت حاجات وياه سولفت افتهمت ان هذا عنده باراسايت انفكشن، وراها شكيت فدزيت تحاليل على اساس دزيت سبيسيمن عرف شدي شيء سبيسيمن، هذا السبيسيمن دزيت شنو على مود اشوف الباراسايت موجوده، هل هو انفكشن لو مو انفكشن، هاي الباراسايت انفكشن لو مو باراسايت. ورا ما دزيت هاي هنا راح نشوف حسب يا طريقه انا جاي يعني دزيت البيشنت مثلا دزيته خلينا نقول ستول اكزامينيشن، فراح لابو التحليلات، ابو التحليلات راح يسوي له حد من الطرق، يا اما هاي الكيتس اللي يسوون به ديتكت بريس اوف انتيجين اور انتيبودي. شيلي كلمه انتيجين، انتيجين مثل ما قلنا هو الباج، هاي البكتيريا مثلا الباج مالته هذا الباج مالته، هذا مالته الباج، فهذا الباج يجي يقرا منه يقرا الجهاز المناعي،
فهذا الجهاز المناعي اذا قرا هذا الباج قال ابوي هاي بكتيريا لازم نسوي لها انتي بودي. هذا الجهاز المناعي هذا عباره عن بروتينات يجي لهاي يتعرف على هذا الانتيجين ايبوي هذا الانتيجين اذا هذا الانتي بودي يرهم فقط لهذا الانتيجين هاي البكتيريا فيجي يدمر فقط هاي البكتيريا فالانتيجين هي هاي البكتيريا اللي هو هذا الباج مال هاي البكتيريا والانتي بودي هو شنو هو البروتين اللي يفرز الجهاز المناعي لنوع خاص من الانتيجين فقط الى هذا الانتيجين فعندي انتيجين وعندي انتوبادي الانتوبادي هو الجهاز المناعي فرزة بحيث يروح يشتغل فقط على هذا الانتيجين وهاي البكتيريا عندها هذا الانتيجين فقط فاني يوم ادز التحليل مثلا دزيت تحليل دم ادور على الانتيجين هذا لو ادور على الانتوبادي ادور على الاثنينات لكن كل واحدة تبقى معناتها specificity والsensitivity يعني معناتها الدقة ياها الأكثر دقة مثلا خلينا نقول بالجيارتي إذا أدور على الأنتوبادي على الأنتيجين هذا يكون أدق مما أدور على الأنتوبادي اللي فرزه شنو اللي فرزه الجهاز المناعي فهنا أنا عندك التاند زيت البيشن تحليل هذا أبو التحليلات فشاف شا أدور على الأنتيجين مات الأورغانيزم لو أدور على الأنتوبادي فهذني يعتبر شنو ساتسفاكتوري يعني فشي مرضي لكنه ما يعطيني الكمية do not concentrate the amount of antigen present يعني ما يعطيني كمية بالضبط ايش قد يعني اخذ الدم ولقيت مثلا 10 انتيجينات 10 مايكرو اورجانيزم ب 10 مل او 5 مل هذا ما يعطيني فد النسبه مال ايش قد موجود عندي باراسايت بالجسم كله لكنه هي طريقه انه يقول هاي اكو انفكشن فعالجها زين عندي اذر بروسيجرات اسويهن ويا هذني شي يسوون ديمونستريت ويسوون شنو ويسوون يعني خلينا نقول دعم الى دعم لهذا التحليل لكنه عاده اذر بروسيجر يعني تكون تشتغل على الانتيجين تكون لس اكسبنسيف لانه تعرف هي كل شيء هو كوست بنفيت ريشيو يعني هو مو بيشنت هو عدد دياري بسيطه وادزه تحليل فد ب 95000 فاكون انا اوازن بين الكوست والبنفيت اللي احصل من عند هذا الكوست فأذر بروسيجر قلنا ديمونستريت أنتيجين لكن لس اكسبنسيفلي يعني شوية على البيشنت تكون بسيطة مو غالية أذر تيست أشوف بيها الأنتوبادي يعني شو الأنتوبادي يعني أنا خذت يعني اللي قلنا هذا البروتين اللي هو يروح يشتغل على اليمن على الأنتيجين أجيه تاني خذت الدم سحبت له دم للبيشنت وديته للتحليل أجابوا التحليل عدة طريقة هذين الطرق شوفون جيد كل شو هواي لكن أشرح واحدة طريقة مهمة يعني هي توضح الفكرة كلها هذا الانتيجين قلنا الفرز له شنو انتيبودي هذا الانتيبودي فقط يشتغل على هذا الانتيجين يعني فقط اذا شاف هذا الانتيجين هذا الانتيبودي جنان يشتغل عليه ويفلشه زين هذا اخذت الدم مات البيشنت وديته للتحليل هذا بالتحليل سحب الدم حطه بتيست تيوب حطه بشنو بتيوب مال اختبار هذا مو مال اختبار جاب طبعا هذا شبيه هو البلود اللي بي انتيبودي ليش لانه هو هذا يعني اذا البيشنت هو فعلا عنده انفكشن فعنده انتوبادي لانه الجسم فرز انتوبادي حتى يقتل هذا الباراسايت فموجود به انتوبادي اريد اشوف انا صدق هذا التيست ديوب بي انتوبادي لو ما بي اذا بي انتوبادي معناته صدق عنده انفكشن واذا ما بي معناته ما عنده انفكشن زين هذا التيست ديوب قلنا بي انتوبادي شلون اكتشف صنعوا بالمصنع انه صنعوا شغلات او انتيجينات خاصة الكل شنو انتوبادي يعني هذا الجهاز الامبلية هذا الانتيجين مالتها صنعوه تصنيع سووه مشع يعني وجه لون يعني اذا حطوه بمادة بيها انتوبادي وهذا الانتيجين هم صنعوه هذا صنعوه هم وهذا الانتوبادي هذا الانتوبادي يشتغل فقط على الانتيجين مالت الجاردية فجاء يشتغل عليه شي يسوي طهوة واضح فهذا البيشنت جيت مات التست تيوب بيها انتوبادي وجبت له هاي الانتيجينات اللي هي مشعه اللي بيها شنو ضوء حطيتها بالدم مالته فهاي الانتوبادي شنو لبالها هاي الانتيجين هو لبالها وصدق انفكشن هاي جت عليها ارتبطت تفلشها هاي شعت لون فابو المختبر شافها شعت لون يعني طفت لون معين داخل الميكروسكوب فقال لي والله هاي معناتها اكو انتوبادي معناتها اكو صدق انفكشن كتب للدكتور يا بي ذير از انفكشن ذير از باراسايت جياردي لامبليا انفكشن اجان التحليل طلعت الدواء رحلت القضيه فالقضيه هاي مال الانتوبادي هيك تصير
أي شيء مواضيع، أي شيء عندكم باستفسار، أي شيء يعني تقدرون تراسلوني، تراسلون القنوات مال الأكاديمية، وأبد ما راح نقصر إن شاء الله. وأي فيدباك طبعا من ناحية التصميم، من ناحية الشريح، من ناحية السرعة، من ناحية الأسلوب، أي شيء يعني يا ريت تفيدونا، لأنه مثل ما نقول النقد البناء كل شيء هواي يفيدنا. زين أخي، شيء عندنا بروسيجرز وتيستينج هذني كود امبروف، يعني شنو؟ يعني فالشغلات يعني بروسيجرات، فالتحليلات هذني، فالشغلات داعمة. يعني أنا دازة تحليل مثلا خروج اللي هو أشوف بيه باراسايت، هذي زوية فالتحليل خلينا نقول ثاني يشوف لي بيه كمية الوايت بي سي المرتفعة بالدم. يعني دازة فالتحليل دم أشوف إشقد أكو إشقد أكو مثلا وايت بي سي خلايا دفاعية صاعدة، حتى هذا دليل على أنه هو صدق أكو إنفكشن. فشغلات ثانية فهذني عن طريق الإميونوسيرولوجيكال ديتكشن أبحث من خلالها عن الباراسايت الموجودة. زين شين ايدنتيفيكيشن باي موليكيول، موليكيولر مثلا هنا الشغلات الموليكيول اللي هي الجزيئيات او الجزيئات، هنا انا ادور عليها من ادور على النيوكليك اسيد، على الماده الوراثيه، على الماده النوويه مال المن مال الاورجانزم. فهنا عاده نستخدموها بالملاريا اللي هنا امراض الملاريا اللي هي عاده تصير بهذول بافريقيا اكثر شيء، لانه بأفريقيا يصير لأنه عندهم هواي هذا الموسكيتوز والتيكس اللي تنقل مرض الملاريا. كذلك التاكسوبلازموز اللي هو داء القطط مثل ما قلنا، اللي يصيب عادة الحوامل ويسبب تشوهات خليقية بالطفل وريكرنت أبورشن وفد مشاكل مروعة. طبعا ثاني شيء الأميبياسيز اللي هي بعد أيضا الأميبيا مثل ما تعرفوها، والليشمانياسيز اللي قلنا بيها الفيزرال اللي يصيب الجهاز الهضمي، وبيها الكوتينيس اللي يصيب السكين بحيث تجي على شكل سحولة حبة بغداد. فهذن كلهن هذن موجودات، لكنه فد يعني نحتاج بالخطوة الأخيرة يعني سووا كل التحاليل، إذا ما طلعت النتيجة يلا ألجئ لهن، لأنه هذن كلش غاليات. فأيضا يعتبرن هن دايغنوستيك ميثود، ويعتبرن إبيديميولوجيكال بيربسز، يعني شنو؟ يعني شغلات فيدني بالإبيديميولوجي، يعني شنو شغلات فيدني بالإبيديميولوجي؟ يعني مثلا سووا دراسة أشوف إيش قد أكو توكسوبلازموسيس وين بال في منطقة الحلة مثلا، هذا شوف. فهذني شنو هذني قبل يطني نتائج، يعني نتائج دقيقة، فعلى أساس أنا أطلع هاي النتائج وأدخلها ضمن الدراسة، وأطلع أبوي بنت الحلة مثلا أكو فيت 10,000 حالة توكسوبلازموزس خلال هاي السنة أو خلال سنة 2022 وإلى آخره. فهذني الإبيديومولوجيكال بيربسيس والدياغنوستيك اللي يفيد الأطباء حتى تعالج المرضى. اخر شيء عندنا قبل الاخير عندنا الانيمال انيكوليشن. شنو معناته الانيمال انيكوليشن؟ يعني هذول يعني تطعيم الحيوانات، هي ما ادري فشي هو نون هيومن، يعني فشي مو انساني، انه يجيبون مثلا حيوان ويحقنون داخله الباراسايت او المرض، ويشوفون هل هو صدق هذا ينصاب لو ما ينصاب، حتى يدرسون دوره الحياه الباراسايت، يطوف المضاد حيوي خلينا نشوف صدق يشتغل لو ما يشتغل عليه. فش هو نتروتيلدون، يعني مو دائما يسوي. ليش؟ لانه اول شيء غالي، وثاني شيء وقت كلش هوايه، واخر شيء هو سنسيتيفيتي مالته مو كلش عاليه، لانه اجسام الحيوانات تختلف على أجسامنا، وبها هواي تغييرات من ناحية المادة النووية وطبيعة الجسم والانفيرومنت اللي عايش بيها. فنتروتيلدون فعادة وين يستخدموها؟ يستخدموها مثلا بأمراض يعني الأمراض اللي خلينا نقول عليها مستعصية، وأمراض اللي مو كلش ما بيها تحاليل قوية وما بيها تحاليل تكتشف ليها، فيستخدموها هنا. عندنا شيء اسمه زينو دايغنوسيس. زينو هو معناته حيوانات، ودايغنوسيس معناته يعني اكتشاف. فزينو دايغنوسيس هو عبارة عن سبيشال كيس يستخدمه وين بالانيمال انيكوليشن. فشي جزء يعني من الانيمال انيكوليشن هو من التطعيم الحيواني. شي يسوون هنا يجيبون مثلا انا سسبكتد انه عندي فلان مرض، فيجيبون القراد او البعوضة يحطوها على الجلد مالتي، هاي من الجلد مالتي راح تقرصني وتاخذ من شنو؟ تاخذ من عند البلاد. يما تمتص من عند البلاد، انا ما عندي البلاد هو شبي بينفكشن، فاخذت هاي الانفكشن هاي، ويجي يراقبون هاي البعوضه خلال مثلا شهر، يشوفون يصير بها مرض لو ما يصير بها مرض. اذا صار بها مرض معناته انا عندي هذا المرض، ويعطوها فد علاج شيء خشب، اذا تعالجت فيعطوني اياه نفسيته وهكذا. فهنا عاده يستخدموه بالشاغس ديزيز اللي مساء شرحنا، اللي هو اسمه تروبوسوم كروزي. هاي تروبوسوم كروزي هم شافوا جابوا هاي البوكس حطوها على الجسم هذا المصاب،
اصاب واخذت من عنده الدم وجرحوا وفحصوها وشافوا اذا عندها موجوده هاي الكروزي موجوده معناتها هذا البيشنت هو مصاب، واذا ما موجوده معناتها البيشنت غير مصاب. نحن نصل نهاية محاضرتنا هذا اليوم. أي سؤال أو استفسار أو أي فيدباك ممكن تفيدونا بها يا ريت. طبعا هاي المحاضرة الأولى هو عبارة عن مدخل، عبارة عن مقدمة، لذلك يعني الشرح ما كان سريع أو هيك شيء. فنهاية الحلقة، نهاية الحلقة صدق حلقة ونهاية الفيديو، إن شاء الله نشوفكم على خير بالمحاضرة الثانية. في أمان الله.